السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة دكتور إبراهيم ممدوح القماش. أنا برحب بكم النهاردة إن شاء الله. النهاردة موضوع من الموضوعات المهمة لرعاة الإبل. بالنسبة للإبل هي ركيزة أساسية في بعض المناطق وبيعتمد عليها رعاة الإبل بشكل كبير في كدخل قومي ليهم. هنتكلم النهاردة عن عالم صغير جدا هو الطفيليات أو الديدان الداخلية اللي بتصيب الإبل. على الرغم من إن هي عالم صغير أو كائنات دقيقة صغيرة جدا، إلا أنها بتسبب لرعاة الإبل خسائر اقتصادية كبيرة جدا. أول حاجة هكلمكم عنها النهاردة هي إيه؟ الأول الديدان اللي بتصيب الإبل. أنا هكلمكم النهاردة تحديدا عن منطقة الخليج العربي، وهنا بالتحديد بتكلم عن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بما ان انا شغلي في احد الدول دي، وكمان في نفس الوقت الابحاث اللي اتعملت اكتر موجودة في المملكة العربية السعودية بالنسبة للديدان في الابل. خلينا نقول يا جماعة حاجة مهمة جدا، ان الديدان اللي اتسجلت في الابحاث او حتى اللي انا شفتها في شغلي وطلعت معايا في المعمل، هي ان الديدان الاسطوانية بتصيب الابل بشكل كبير اكتر من الديدان الشريطية اللي هي السيستود، وأكثر من الديدان المفلطحة اللي هي التريماتود. أنا هنا بتكلم عن منطقة الخليج العربي، منطقة ما فيش فيها أنهار. أنا بتكلم على مناطق بتعتمد على الرعي أو على الأمطار في الموسم، وبالتالي هتكون الإصابات لها شكل معين. الأبحاث بتقول إن الديدان الأسطوانية وتحديدا الترايكوسترونجيلس، استرونجلويتس، النيماتودراس، الهومونيكاس كونتوريتاس، او هي دي دودة الكرش، دي من اكتر الحاجات الموجودة في منطقة الخليج العربي. يعني في مسلخ الهفوف في منطقة الاحساء في السعودية كان 60% من الحالات كانت فيها هومونيكاس كونتوريتاس او دودة الكرش. دي دودة الكرش دي بتعمل مشكلة في المشكلة كبيرة في الابل. دي كان اهم الديدان اللي طلعت معايا ايجابي في من المنطقه دي، في منطقه سلطنه عمان، وكمان في نفس الوقت دي معظم الديدان اللي في الابحاث اللي موجوده في المنطقه دي بتاكد ان هي دي اهم الاصابات اللي بتصيب الابل. النقطه الثانيه هي ازاي بيحصل الاصابه بالديدان، ازاي الناقه بتاعتك او الابل هتصاب بالديدان. طبعا لو هي كلت طعام ملوث بالديدان او شربت ماء ملوث باليرقات او الطور المعدي للديدان، هتبدا العدوى بالديدان. تمام. عايز اكد على حاجه مهمه جدا، ان اعراض الاصابه بالديدان يمكن كتير رعاة الابل يعرفوها، ولكن برضو خلينا ناكد عليها. طبعا اول حاجه بيحصل فيه تساقط في الوبر، بيحصل في انخفاض في الإنتاجية، هزال وضعف شديد جدا جدا، بيبقى فيه إسهال، بيبقى في بعض الأحيان بتقل طبعا معاك التحويل بتاع الناقة، أو بتقل الوزن بتاعها بشكل ملحوظ جدا. دي كلها أعراض بتؤكد إن أو بتقول إن إحنا محتاجين إن إحنا نشوف أو نعمل فحص للبراز، نشوف فيه في البراز ديدان أو البيض الإيجز بتاعت الديدان ولا لأ. فلو ظهرت عندك الاعراض دي مهم جدا انك تقوم بعمل فحص للبراز طبعا مع طبيب يكون مختص، ويشوف ايه المشكله الرئيسيه، وتبدا انك نوع الديدان الموجود وتبدا انك تعالج. ولكن خلينا نقول بالنسبه للوقايه من الديدان في المناطق دي، انا عايز اكد على حاجه مهمه جدا، مهم ان احنا ندي جرعات وقائيه من الديدان قبل موسم الامطار وبعد موسم الامطار، ده شيء مهم جدا. لو ظهر عندك اعراض دي خد اعمل تشخيص، اعمل فحص وشخص عن طريق العينة البراز، وفي نفس الوقت برضه ابدأ عالج كل الحالات المريضة. مهم انك تبعد التلوث، الطعام الملوث او الماء الملوثة عن الحيوانات. يعني بمعنى انت لو ظهرت عليك الاعراض دي مهم انك توقف المرعى اللي انت بترعى فيه. يعني انا في احد الاماكن كنت بأكد على المربي وقف الرعي في المنطقة دي، أو وقف الأكل ده، الأكل ده فيه ديدان. وطبعا هو المربي ما استجابش، وعملنا فحص وفعلا طلعت عنده إصابة شديدة جدا بالديدان، يعني جاية من المعمل كل الجمال فيها ترايكوسترونجيلاس وليماتودراس.
فمهم جدا يا جماعة ان احنا اول حاجة نعملها ان احنا نوقف الاكل الملوث اللي بياكله الابل، نجرع جرعتين بينهم، جرعة قبل موسم الامطار وجرعة في اخر موسم الامطار، ده بشكل روتين ليه، بشكل يعني احنا على طول دايما يعني. تمام. بالنسبة لعلاج الديدان الداخلية، هي يعني نقطة مهمة جدا، ولكن انا بفضل في العلاج ان احنا طبعا كل نوع بيبقى له حاجة معينة افضل من النوع التاني. فانا بأكد على حاجة مهمة جدا، ان احنا لازم نرجع لطبيب بيطري يكون مختص، ولكن احنا بنقول ان افضل العلاجات اللي احنا استخدمناها في حالات الديدان الصوليه وجابت معانا نتيجه كويسه طبعا هي الالبندازون، الفينبندازول، الليفاميزول. ولكن هنا عايز اقول حاجه، مهم نرجع لطبيب بيطري، لان مثلا الليفاميزول لو الجرعه زادت بزياده، طبعا رعاة الابل بيحبوا يزودوا الجرعات بزياده، يعني لو جرعه الليفاميزول زادت بيبدا الحيوان يخش في اعراض جانبيه منها التهيج العصبي. اخيرا الايفرمكتين، او اللي هو احنا بنسميه تحت الابره اللي تحت الجلد، طبعا هو هنا في انا شفت بعض الابحاث بتقول ان الايفرمكتين لما بنستخدمه تحت الجلد، يمكن الابل سبحان الله هو كائن مختلف عن كل الحيوانات اللي احنا نعرفها في حاجات كتير جدا فعلا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ لما بنحن الايفرمكتين تحت الجلد بيبقى امتصاصه بطيء، ولكنه بيقعد فترة اطول. ولكن في بعض رعاة الابل، طبعا انا مش يعني مش بنصحك بده، ولكن لان احنا كدكاتره او كاطباء بيطريين كشركات ادويه بتاكد طبعا ان هو بيبقى تحت الجلد، الا ان في بعض الناس بتدي الايفرمكتين في اللحم او في العضل، وبيقولوا ان هو بتبقى نتائجه احسن ومش بيورم ومش بيعمل اي مشاكل. فلو انت بتديه في العضل قول لي، لو بتدي الافوماجا والايفرمكتين في العضل اكتب لي تحت كومنت وقول لي اخبار نتائجه ايه معاك، لان ده نقطه من النقط المهمه. يبقى مهم يا جماعه ان احنا في العلاج نغير العلاج بشكل كل فتره، مش نستخدم يعني ما ينفعش تستخدم نوع واحد وتستمر عليه، لازم تغير النوع اللي انت بتستخدمه للديدان كل فتره، وترجع لطبيب بيطري عشان الجرعات، لان الجرعات لو زادت في بعض الادويه بتعمل اعراض جانبيه. ده كان موضوعنا النهارده، هو الديدان الداخليه في الابل. ان شاء الله تابعونا، وان شاء الله يكون الفترة الجاية هتكون فيها فيديوهات كويسة ان شاء الله. انا عايز اكد على حاجة، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة لازم تنزل تعمل تفعل الجرس وتشترك معانا في القناة، وان شاء الله الفترة الجاية للناس اللي عايزة تدعم القناة هيبقى في انتساب للقناة، مهم جدا انك تكون منتسب للقناة وتدعم القناة عشان ان شاء الله نستمر معاكم ان شاء الله الفترة الجاية.